يا جماعة، هاي نحن عند محطة القطارات بهامبورغ. تمام، مثل ما كنتم شايفين هاي بيجي مدخل المحطة، بيجي هون شايفين بيجي اسمها هاوبت بانهوف، اللي هي المحطة الرئيسية تبع هامبورغ. تمام، عم نمشي هلا، عم نتفتل شوي. هاي لمحبين ماركت نايك بتلاقوها موجودة مقابل محطة البانهوف تماما. تمام، هاي المحطة وهي محل شركة نايك. شايفين ستارت فريش، عاملين هاي دعاية اعلان على الواجهة. هذا العلم شو وسطه؟ هذا العلم لجماعة والعياذ بالله المثليين. تمام، المثليين هذا العلم تبعهم، الشعار تبعهم. بزماناته صار مع واحد صاحبنا موقف، فرطنا لله، بدي احكي لكم عليه. جايب كان كنزات ومطبوع عليهم هاي هذا العلم، هدول الكنزات. جايب 3 كنزات له ولرفقاته 2، راحوا لبسوهم ومشي فيهم بالشارع، مو عارفانين انه هذا الشعار هو شعار المثليين. فاجا واحد وقال لهم، قال لهم يا جماعه شو عم تعملوا انتوا؟ قالوا له شو؟ عم قال لهم بتعرفوا انه الكنزه اللي لابسينها انتوا شعار المثليين؟ انتوا مثليين شيء؟ يا محمد شو اكل قتله هذا الشاب اللي جاب لهم الكنزات؟ قال لهم والله مالي عارفان. وموقف صار بصراحه بالحال. هون هلا المدخل، هلا المدخل تبع سوق هامبورغ. هذا المدخل، طبعا السوق هذا كتير كتير كبير يا جماعة، وفي محلات كتير وماركات كتير. عنا هون بنك شباركاسي، هذا البنك لكل مين حابب يجي بألمانيا أو بهامبورغ، هذا خاص بهامبورغ، اسمه هاسبا. تمام، بإمكانك تفتح حساب بنك هون، وبنك ممتاز بصراحة، تعامله كتير منيح وعنده كتير ميزات حلوة يعني. فهذا البنك اللي حابب مثلا يجي على المانيا، حابب يتعامل مع بنك هاسبا اللي هو شباركاسي هاسبا. هلا في عندنا كمان ماركه روزمان، هي الماركه تبع روزمان. هي الماركه يا جماعه بتفوتوا بتلاقوا عندها كل شيء. هذا ظريف للنسوان، النسوان بيلاقوا عنده كثير مكياجات وعنده كثير شغلات يعني بتخص النسوان، بالنسبه للمكياج الشامبو القصص شغلات. في عنا هي الماركة اللي هي ماركة نيويورك. هي الماركة ماركة نيويورك، ماركة أمريكية بصراحة، عنده كمان كتير بضاعة حلوة وعنده كتير شغلات ظريفة بالنسبة للأواعي، كل شيء يعني نسوان رجالي ولاد. في عنا مقابله تماما في ماركة بي تسي، هي ماركة كمان كتير حلوة وعندهم كتير شغلات حلوة وظريفة. تمام، هي المحل، هي واجهته، هاي محل نيويورك بيجي مقابله هذا المحل. هلا في عنا ماركة اوتو، اي ماركة اوتو يلي حابب يعمل عقد، ياخذ تليفون للموبايلات، ياخذ سيم كارد. تمام، بالاضافة حابب ياخذ جهاز بالاقساط. طبعا هذا الموضوع رح اعمل عنه فيديو، بس انا عم بعمل لكم جولة سريعة هلا على المحلات. عنا ماركة جاك جونز، كمان ماركة كتير حلوة وظريفة. شايفين هاي مدخل محل نيويورك، قلت لكم عليه ماركة نيويورك، ماركة كتير حلوة. عنا هاي مكتبة بتفوتوا بتلاقوا فيها كل شيء لوازم المكتبة، دفاتر، أوراق، أقلام، كتب، بتفوتوا بتضيعوا فيها من كتر مالها كبيرة. تمام، عنا هون ماركة دوغلاس، كمان هي للمكياج ومال المكياج والقصص والعطورات، كمان موجودة هون. مثل ما كنتم شايفين السوق كبير كتير، ما بتعرفوا شلون بدكم تخلصوا منه. هلا بالنسبة للي بيكون عم يدور على صيدلية، الصيدلية بتلاقي موجود اسمها ابوتيكة. تمام، بيكون اسمها الصيدلية ابوتيكة. كل مين بيجي على ألمانيا بده يسأل عن صيدلية، يسأل عن ابوتيكة. عنا ماركة إديكا تامي، هي ماركة فيها كل شيء بيتعلق بالأكل والشرب والخضروات. شوفوا هاي المدخل، هاي المدخل شايفينه. عندنا ماركة هاوندهم، شايفين ماركة هاوندهم، كمان هاي الملابس في منها بالبلاد العربية موجودة. في عندنا ماركة ليوغو، هاي ماركة في ألعاب للأطفال.
يعني اللي حابب ياخذ العاب الاطفال بيجي عليها، بتفوتوا عليه المحل كمان بتضيعوا فيه. كمان ماركت العاب الاطفال اسمه ليوكو. في عندنا ماركت الدايشمان، هاي الماركه كمان احذيه وشناتي وحقائب وشغلات كثير حلوه وظريفه كمان عندهم. كمان هاي الماركه كثير حلوه وظريفه، بتجوا انت ما اجيتوا بتلاقوا عندهم عروض كثير حلوه. شايفين هاي المحل من برا، يعني يا جماعه اذا بتصور لكم صراحه السوق كبير وفي بقلبه ماركات كثير وبتضيعوا من كتر ما بتشوفوا ماركات وتشوفوا قصص. هاي فودافون، اصحاب الفودافون اللي بحبوا شركه فودافون طبعا هذول جماعه بصراحه انا ما بنصح فيهم، ما بنصح فيهم. طبعا هي سلسله مطاعم. هلا هاي المطاعم هون بتبقى يعني بصراحه ما في اكل حلال بالنسبه لموضوع اللحم، واللحم اللي بيجي الذبح كله ما له حلال تمام. ففي سوق هون، سوق العرب، في كم مطعم فاتحين. ان شاء الله شيء من الصحه اللي بينزل بعمل لكم جوله عليه هون اذا الله رضى. بس هلا عم بعمل لكم جوله، انا عم اوريكم يعني اللي حابب مثلا اللي بيجي على المانيا وهامبورغ بالذات يعرف وين بده يروح، يعني مثل جوله هيك سريعه. جماعه تسي اوند كمان محل البسه، اشتغلت عندهم انا فتره والله، بس بسبب الكورونا تركنا من عندهم، سكروا لانه فتره وتركنا من عندهم. فبصراحة الماركة كتير حلوة، كمان عندهم شغلات كتيرة، عندهم رجالي نسواني ولادي كل شيء يعني، وعندهم شغلات هيك كتير يعني حلوة وظريفة وأسعارهم حلوة كتير والله، دائما عندهم عروض. عشاق أديداس، هاي أديداس، هاي اسم الشارع شايفينه لكم، اسمه ممكن بيكشتغاسة، اللي بده يجي على أديداس، هاي أديداس، شايفينه المحل. هاي عنا ماركت زارا، كمان عشاق ماركت زارا، هاي ماركت زارا كمان موجودة هون. طبعا الشارع هلا هني مسكرينه لأنه عم يعملوا حفريات وما حفريات، أنت ما بتمشي وأنت ما بتروح بالشوارع بتلاقي حفريات حفريات حفريات، ما بيخلصوا حفريات. خليكم معي رح أخذكم هلا على بحيرة، هاي البحيرة بتجي بنص هامبورغ تمام، رح أخذكم هلا عليها وتعملوا نظرة عليها كتير 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 حلوة بصراحة. هلا انا ماشي بالطريق يعني بالسوق عم صور لكم شو عم شوف الطريق وبنفس الوقت حنوصل عليها، فخليكم معي. هون في عنا بحيره صغيره عاملينها، شايفين حاطين فوق اسد، بس مو هي البحيره، بس طبعا مو هي البحيره اللي قلت لكم عليها، عشان تقولوا هي البحيره اللي قلت لنا بتسرع. لا هي منظر حاطينها بنص السوق بس. هذا على طول عم يعمل بوالين وعروض، العالم اللي بيعجبها الموضوع بتجي بتحط له مصاري هون بهذا. هاي عندنا ماركت ليفايس، جماعة الجنس اللي بيحبوا ليفايس، هاي ماركت ليفايس كمان موجودة هون. هاي مدخل تاني لمحل أديداس، هذا مدخل تاني كمان منه بتفوت على أديداس. هاي عنا هون هلا المدخل، طبعا لسه السوق لورا بعيد كتير كتير، لسه طويل بس ما راح امشي هلا فيه كله، بس هلا راح اروح من هذا الطريق المختصر يلي بياخذنا على البحيره تمام، من بعد شوي عن العجقه. طبعا وين ما بتروحوا وين ما بتمشوا بتلاقوا مطاعم كافيهات، مطاعم كافيهات، يعني اللي بيحب يفوت يقعد مثلا مو شرط انه ياكل، بفوت مثلا يشرب شيء مثلا قهوة شاي ميلونز كافيه اللي بيحب يشرب تمام. خلوكم معنا يلا ان شاء الله، انا قربت اوصل على البحيرة شايفينها، هاي من بعيد رح اعمل لكم زوم عليها شايفين، بس هلا رح نوصل عليها خليكم معي. هذول الالعاب هون للاطفال يطلعوا بيلعبوا عليهم شايفين، بيطلعوا بيركضوا بينزلوا، يعني العاب للاطفال. هذا محل خاص بالاسبريسو، جماعة اللي بيحبوا الاسبريسو شايفين اسبريسو هاوس، يعني منزل الاسبريسو، فاللي بيحب القصص هي بيجي لهون بيشرب من عند هذا الزلمة. طبعا يا جماعة هي الحارة وفي أكثر منها شي ست سبع حارات بتفوتوا فيهم هيك،
فيهم محلات كل شي ماركات تقيلة، يعني مثلا ماركة تومي، ماركة جوتشي، زارا، كلهم متلون. هذا الاختراع هلا عم يخترعوه هلا وعم يسووه بكل ألمانيا، اللي هي بتشحنوا فيها السيارة مثل ما كنتوا شايفين. صاحبها حاطط الكابل تمام ماده هيك، عم يشحن فيها السيارة. شايفين عم يشحن فيها السيارة الزلمة. فهي لشحن السيارة، أورجيكم الشاشة تبعها قريب. شايفين هذا العداد تبعها بيجي قديش عبيت. شايفين هذا يمكن ما يكون مبين لأنه لسه شوي نهار، بس هذا هو اللي بيشحنوا فيه السيارات. شايفين حاطين عليه إشارة الشحن. هون بيحط الواحد مصاري، بيحط المصاري أو الكرت اللي بيكون مشترك فيه مشان يعبي فيه كهرباء. شايفين هون بيحط. هلأ إحنا قربنا نقرب على البحيرة. هتقولوا لي هلأ لك أنت والبحيرة صراعتنا ما كنا نوصل لك. يلا ليك وصلنا. هلأ في شغلة رح أصور لكم إياها، اللي هو هاي. شوفوا شو اسمها، اسمها باي، يعني بارك تمام، للباركينج. هاي الماكينة أشرح لكم عليها على السريع، اللي بيجي على ألمانيا مثلا مشان يستعملها. حاطيكم هون إنه بإمكانك تحط 2 يورو أو يورو أو نص يورو تمام، وكاتبين لك هون إنه الوقت، حاطين لك 10 دقايق بنص يورو. يعني أنت إذا بدك تصف سيارتك 10 دقايق بتدفع نص يورو تمام، إذا بدك تصفها 120 دقيقة بتدفع 6 يورو تمام، يعني ساعتين ب 6 يورو هون بتصف تمام. حاطين لك هون شايفين، بالإضافة حاطين لك هون الخضرة. الخضرة بس تحط المصاري، أنت بتحط قد ما بدك. أنت إذا بدك 10 دقايق بتحط نص يورو تمام، إذا بدك مثلا ساعتين تصف بتحط 6 يورو. بس تحط 6 يورو بتكبس على هي الخضرة، هي الخضرة تمام، بس تكبس عليها على هي الخضرة، وهم بيعطيك البارك شاين من هون من تحت. تفتح هون تلاقي بارك شاين طلع تمام. هي حبيت اشرح لكم عنها مشان اللي بيجي لهون كمان يعرف كيف يستخدمها. هي الشاشه هون مشان تعرف انت مثلا قديش حطيت. وقت بتحط انت بيقول لك انه انت هلا حطيت نص يورو، بيقول لك انه 10 دقائق. بتحط يورو بيقول لك 20 دقيقه، فكله هون واضح على الشاشه تمام. في عندنا هدول السكوترات، هدول السكوترات حاطين لك اياهم هون تمام. بيجي الواحد بيحط موبايله هون، هي حاطين له قاعده، بيحط الموبايل تبعه هون. بس يحط الموبايل تبعه هون يكون هو مشترك عامل اشتراك فيه هون، يحط على السكان هون. بس يحط السكان هون بقوم تشتغل هي وبيمشي فيها لحد قد ما بده بيعبيها. شايفين هدول سكوترات على الكهرباء كلها. شايفين ما احلاهم، حلوين. اذا كان واحد مثلا مستعجل، متاخر على شغله، متاخر على موعد على شيء، بتمشوا هدول بتلاقوها وين ما كان بالطريق. وين ما بتمشوا بالطريق بتلاقوا محطوط هيك منه تمام. خرج يكونوا عنا بالبلاد تلاقيهم انسرقوا وانفكوا قطع وشقف. هلا هي وصلنا، شايفين منظر البحر ما احلاها. هلا رح اقرب عليها، شوفوا النافوره هاي. عم نستنى الاشاره طبعا مشان نطير. هلا بحمراء بس تصير خضراء بنمشي. شوفوا الشارع ما احلاها، الجو حلو اليوم على فكره، مغيم وفي شويه هواء حلو يعني ظريف. معكم شايفين وصلنا هلا هاي البحيره، كبيرة 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 كبيرة. طبعا اللي بيحب ينزل يقعد تحت، اللي بيحب يقعد تحت ينزل يقعد تحت. في قعدات مثل ما كنتم شايفين. هاي النافورة، شايفين شو كبيرة. بالإضافة هلا في قوارب هنيك رح أورجيكم إياهم، سفن صغيرة عبارة عن مطاعم. ياكون هدول بإمكانكم تطلعوا فيهم، تقطعوا التيكت. هلا بشوف لكم قديش حق التيكت، بكون قديش سعره تمام. بس هلا عم اوريكم من هون المنظر ما احلاه. مثل ما كنتم شايفين بتلاقوا هون في قعدات، كراسي للناس اللي بتحب تقعد مثلا. بالاضافه اللي بيحب ينزل مثلا في درج هون تمام، بتنزلوه. طبعا هذا بيودي على القطار، هي اس واو، هدول الاس والاو يعني قطارات تمام. شوفوا العالم قاعده هون تحت. طبعا بيقعد الواحد هو والحمام والطير النورس. شوف البجعات هناك. هلا راح اخذ كل اللي عندهم. شوفوا ما احلاهم عم ياكلوا. سامحوني انا عم اوقف الكاميرا وارجع اشغلها، واقف وشغلها عن مقاطع مقاطع، بس ما بدي صور الناس مشان ما في
في ناس ما تحب تطلع على الكاميرا يعني، تمام، عشان ما فوت قصص مالنا فيها، فمشان هيك انا عم صور وبدي ارجع. شايفين محلاهم ما شاء الله، بجعة، شوفوا البجعة ما احلاها، شايفين محلاها، شوفوا شو كبيرة ما شاء الله. يعني بتلاقوا جميع انواع الطيور، النورس، بجعة، البط، شوفوا شو حاطين على الشجر، بولين، هذول بالليل بيكونوا شاعلين على فكرة، عرفتون؟ بيحطوا فيهم شمع، مو شمع يعني شكل شمعة بس هي لمبة بتكون. هي طلعت الشمس شوي حلوة، شايفين هيك، وهالبطة شوفوا هالبطة ما شاء الله شو كبيرة، سبحان الله. هلا رح اخذكم على الطرف الثاني عند شركة ابل، جماعة الايفون والابل والقصص هي، هلا حورجيكم الشركة كمان. هاي المنطقة كتير بحبها، كتير كتير حلوة هاي المنطقة. هاي صايرة بنص هامبورغ طبعا، تمام. هلا تفرجوا، في عنا هذا المول، هذا هون مدخل مول تفوتوا عليه، تمام، اوروبا باسكا، هذا مول بتفوتوا عليه كمان، في بقلبه محلات وبقلبه ماركات وبقلبه كل شيء، مطاعم، محلات، ملابس، سوبر ماركت، اللي بدكم اياه كله موجود فيه. نجي هون عند التقاطع، هذا التقاطع كمان الموجود كتير حلو، شايفين ما احلى، شوفوا العالم، هاي في كورونا، هاي في كورونا والعالم شوي خايفة كمان. شايفين لسه في عنا الطرف الثاني هذاك، شايفين الطرف الثاني هذاك الطرف الثاني كمان في محلات ومطاعم وشغلات، يعني كبير 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 السوق، يعني وين ما بتمشي فيه بتلاقي فيه محلات وعالم وعجقة. هلا هنيك على الطرف الثاني رح اورجيكم شركة ابل. شوفوا هدول العبارات، هدول العبارات بامكانكم تطلعوا فيه هون، شايفين؟ هلا هدول مكشوفين ما فيهم مطاعم، بس في هذينك المغلقين، هلا رح اصوركم اياهم من قريب الطرف الثاني. هدول في قلبهم مطاعم جوا. يعني بتمشي هي بتروح بتطلعوا فيها بتقطعوا التيكت سعره، هلا حشوف هلا حكي الاسعار وصور لكم اياها. شايفين هذا الشارع هون كله شجر، تمشوا فيه هون كله كمان عجقة وعالم هناك. تفرجوا هون، هلا هون تفرجوا هي ما احلاها. شايفين هون عاملين درج بس بنفس الوقت عاملين قعدات، العالم بتقعد، شايفين العالم كلها قاعدة بتقعدوا هيك، قدامكم البحيرة طبعا هي مجانية. رح صوركم القارب اللي لكم في فتلة جوا. هلا يلي بيجي على هامبورغ وحابب يطلع بهدول العبارات بيجي بيقطع من هون، شايفين قطع التيكت من هون، هيك كاتب لكم تيكت الستر، تمام، هون بتيجي بتقطع التيكت من عند هذا الزلمه. هلا شوفوا الاسعار، رح اورجيكم الاسعار، تفرجوا الاسعار، شايفين الاسعار. هلا مكتوب هون 23 يورو، مكتوب اير فاكسينا، تمام، يلي عمره من فوق 16 سنه، تمام. عندنا اللي تحت الكيندر 11 يورو ونص، تمام. عندنا الفاميلي ثالث وحده 57 يورو، هذا التيكت لفاميلي، اذا كنتوا عائله كتار 6 7 8 اللي هن بتاخذوا تيكت مثلا فاميلي 57 يورو ونص، تمام. بالاضافه عندنا اللي تحت هون الجروب، الجروبات، تمام. حاطيكم هون 20 سبانسيش، 20 يعني 20 شخص، سبانسيش بي يعني بيرزون، 20 شخص ب 20 يورو ونص، تمام. والله حلو هذا التيكت، يعني جروب بيطلعوا ب 20 يورو ونص، بلاش والله. طبعا هي وقت تقطعوا التيكت من هون عم يقولوا لكم هون الرحله من وين لوين، شايفين الرحله من وين لوين، مدتها الرحله ساعتين، تمام، ساعتين مدة الرحلة، وبقول لكم بعمل لكم من هي المنطقة اسمها، تمام. وهون حاط لكم انه بتبلش الرحلة الساعة 16 وربع، يعني الساعة 4 وربع، 4 وربع بتبلش الرحلة، اللي بحب يقطع ويطلع فيها، تمام.
تفرجوا هون هلا عم يعبوها. انطلقت اول رحله انطلقت لك راحت، هلا بياخذون يدورون بقى هون، هي كبيره البحيره لنا تمام. هلا هون عم يعبوا العباره الثانيه، بيطلع فيها كمان الواحد، كمان بياخذوا فتله فيها. شايفين يا جماعه الشيء الحلو انه العالم تفرجوا كلها قاعده، كل مين بحاله، ما حدا عم يقرب على حدا، ولا حدا عم يتدخل بحدا، ولا حدا عم يطبق حدا، ولا حدا عم يجاكر حدا، ولا حدا عم يتغلظ على حدا، كل مين قاعد بحاله. شايفين هاي قاعده كثير حلوه، وهي قاعده مجانيه هون، القاعده ببلاش، يعني اللي بيحب يجي القاعده ببلاش. يلا روحوا لورجيكم محل ابل، محبين شركه ابل ماكنتوش بتلاقوها موجوده تماما هون. هاي البحيره بتفتلوا هيك، تخلوا البحيره بظهركم بتلاقوا شركه ابل موجوده هون، ابل ماكنتوش. جماعه الابل ماكنتوش، هي شركه ابل ماكنتوش. اجى الباص، ما بدنا نطلع بالباص نحن. شي يوم ان شاء الله بدي اخذ لكم فتله بالسياره، بس هلا حبيت اخذ لكم هيك مشي، بس شي يوم ثاني بالسياره ان شاء الله. هي الشارع مثل ما انتم شايفين. هلا شوفوا الباص اللي جاي، هذا الباص كمان بتاخذوه من ناحيه المحطه. هلا شوفوا الباص هذا اللي جاي، هذا الباص بيتاخذ من ناحيه المحطه، شايفين بيجي من فوق مفتوح، شايفينه هذا هو اسمه شتات فات، يعني دوره لفه بالمدينه مثل ما بيقولوا. شايفين معلا هذا، تطلعوا كمان بتاخذوا تيكت يمكن حقه 6 او 7 يورو، ياخذكم يفتلكم بالموضوع. هاي شركه ابل يا جماعه الابل ماكنتوش تمام. هذا مدخل القطارات لتحت، هون في مطعم فاتح جديد هاد. شايفين ابل، العالم واقفه على الدور عم تستنى لحتى يجي دوره وتفوت تتفرج وتشتري من ابل ماكنتوش. حصوركم من برا، ما راح افوت لجوا هلا، لانه شفت عينكم العالم واقفه بالدور بشوفوا المنظر. هاي الاي ماكات تمام، الاي ماك، وهنيك عنا الايفونات، شايفين ما احلى. شايفين هاي الاي ماكات، شوفوا هذا الشارع يا جماعة، هذا محل ببيع ساعات رولكس، ما رولكس، كل شيء بدكم ماركات موجود عنده هذا الزلمة. شايفين هذا الشارع كمان، هذا شارع الخواجات. هذا الشارع يا جماعة في ماركات يعني بتخطر على بالك وما بتخطر على بالك، يعني ماركات بتعرفها وما بتعرفها، شيء مو طبيعي. طبعا في شارع لسه في منه ست شوارع هذا هيك. شايفين شوفوا سكوترات وين محطوطة كمان، اللي بده بيشغل وبيمشي. هون عنا الطرف الثاني تبع البحيرة، شايفين ما أحلى. شايفين شو حلو. كمان تحت هون بتلاقوا مطاعم موجودة، اللي بده يفوت يقعد بالمطاعم يقعد. طبعا هذا طويل لسه شي 2 كيلومتر لجوا، بتروحوا هلا بتمشوا من هون، هذا المدخل لكم من هون. شايفين ما أحلى يا جماعة. هذيك اللي هنيك البلدية، شايفين البلدية، شوفوا هالبلدية ما أحلاها. هاي البلدية تبع هامبورغ، هاي البلدية الرئيسية تبع هامبورغ، الرات هاوس. شايفين ما أحلاها. طبعا هذا المكان وين؟ هذا المكان بالطرف الثاني، هاي البحيرة تبع الأسترا اللي وجدتكم إياها هنيك. هاي بتلفوا بترجعوا على الطرف الثاني بتلاقوا هون هذا المكان. شايفين العالم تيجي بتتفرج هون كذا، كمان حلو كثير المنظر. يلا خلينا نتابع. شوفوا هاي الكنيسة هون كبيرة كتير، عمرها يمكن من فوق 200 سنة هيك بيقولوا، يعني ما بعرف، بس كبيرة كتير وضخمة يعني. هاي بتلاقوها بنص السوق، هلا أنا مطرح مباشر جوا بنص السوق. راح أورجيكم البلدية عن قريب، شوفوا منظر البلدية. هاي بلدية يا جماعة. هاي دي اتش ال، شركة شحن معروفة. طبعا وين ما بتمشوا وين ما بتروحوا مخدمة، في موجود فيها باصات قطارات كلها موجود. يلا خلينا نكمل. شوفوا سلة زبالة يا جماعة، سلة زبالة الإلكترونية، شايفين هي سلة زبالة بالإلكترون، بتكبسها بتفتح، بتكب زبالة بتسكر. شايفين هذا الباص كمان جولة حول مدينة هامبورغ، كمان بتطلعوا. هي اسمه، شوفوا اسمه،
بتلاقوه هذا موجود على طول نحو محطة البانوف الرئيسية. هاي الطرف الثاني من عند البحيرة، يعني لسه في طرف ثالث الجنوب والشمال، بس ما راح احسن صوره كله لانه تحبت بصراحة. يوم ثاني ان شاء الله. هاي البلدية من الطرف الثاني، شايفين محلاها كبيرة. هاي الكنيسة يا جماعة اللي قلت لكم عليها، شايفين بتجي بنص السوق تبعها، كبيرة كثير الصراحة. شوفوا الشارع شو ملونينه للشارع، هذا الشارع ملونينه كاتبين شو؟ متر ونص، انه خلوا مسافة متر ونص، شايفين ابشتان. شايفين هاي المنظر من بعيد، هاي البلدية تكون عليها. هاي ماركت دكتور مارتنز، كمان هاي أحذية كمان هون موجودة. محبين الساعات، محبين الساعات تفرجوا، ساعات أشكال ألوان. حبايبي أنا راح أختم الفيديو تبعي هون عن شركة زاتورن. هاي شركة زاتورن أي شيء بتحتاجوه، موبايلات، شاشات، غسالات، أي شيء إلكترونيات بيخطر على بالكم بتلاقوه موجود عند الزاتورن. تمام؟ أنا راح أختم الفيديو تبعي هون، بتشكركم لحسن المتابعة، إذا عجبكم الموضوع اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وعلقونا لحتى نشوف إذا عجبكم الموضوع نستمر فيه ولا لا. تمام؟ بتشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.